بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة اللي فاتت أخذنا مقدمة عن الـ VPN وشفنا أول نوع من أنواع الـ VPN اللي هو الـ Point to Point أو الـ Peer to Peer IPsec. الـ VPN Connection كان بشكل كامل بيقوم بروتوكول الـ IPsec، كان بيقوم بعملية الـ Encryption وعملية الـ Hashing، وفي الآخر بيعمل لي عملية الـ Encapsulation اللي هو بيحط الهيدر الأخير اللي فيه الإيه؟ الـ Public IP بتاع كل راوتر عشان الباكت تقدر تمشي على الانترنت. وزي ما قلنا ان الراوتر ما كانش بيقوم لي فعليا تانل انترفيس او لينك قايمه بين الراوترين. قلنا ده راوتر، ده الانترنت، ده راوتر تاني، وقلنا هنا دي شبكه ايه، شبكه العشرات مثلا، وهنا عندي شبكه بي، دي شبكه ال20، نفس التوبولوجي اللي شغالين عليه. الراوتر ده واخد بابليك اي بي 4/1، وده واخد بابليك اي بي 4/2 زي ما هو موجود عندنا بالظبط في التوبولوجي ده. قلنا ان كنا بعمل حاجه اسمها كريبتو ماب، بطبعها على الانترفيس ده بحيث الترافيك هو خارج من هنا لما يماتش مع اكس تيست معينه يبدا الاي بي سيك يشتغل ويشوف اللي احنا عملناه المحاضره اللي فاتت. طيب بعد كده قالوا طب احنا عاوزين، يعني احنا عاوزين لينك تقوم بين الراوترين، فيرتشوال انترفيس يقوم بين الراوترين، بحيث ان الفيرتشوال انترفيس ده يبقى كانه كابل فعليا، كانه كابل معدي من الانترنت زي الايز دراين كده، كابل معدي واصل بالطرف الثاني، والكابل ده واخد ايبهات هنا وهناك، واقدر ان انا اعتمد على اللينكه دي ارن عليها بقى راوتنج بروتوكول، ارن عليها ستيك روت، ارن عليها كواليتي اوف سيرفيس، ايا كان بقى عندي كان في كابل طالع من الراوتر ده للراوتر ده. وطبعا بيكون فيرتشوال انترفيس بيسموه التانل انترفيس. التانل انترفيس ده لازم على كل راوتر احدد التانل انترفيس ده اوله فين واخره فين. يعني باجي على راوتر 1 بكاري التانل انترفيس ده وبدي له رقم، او مثلا ده تانل 1، تانل 2، تانل 3، اي رقم يعجبك، او مثلا ده تانل 0. لازم احدد على راوتر 1 اقول له التانل ده اوله فين واخره فين، اوله البابليك اي بي ده ونهايته البابليك اي بي ده، لان ممكن اعمل تانل انترفيس تاني يكون واصل مثلا مع راوتر تاني. يعني مثلا ده راوتر 4 ثلاثات، فانا عشان اوصل مثلا بشبكه سي لشبكه 30، فانا هعمل فيرتشوال لينك من هنا لهنا، هنا يبقى طن انترفيس تاني باي بهات مختلفه. وانا بكاري الطن انترفيس على الراوتر بحدد فيه حاجه اسمها التانل سورس والتانل ديستنيشن اللي هو البابليك اي بي بتاعي انا كتانل سورس، والتانل ديستنيشن هو البابليك اي بي بتاع الطرف الثاني. يبقى بحدد رقم التانل انترفيس، بحدد التانل سورس والتانل ديستنيشن اللي هو البابليك السورس بتاعي، والتانل ديستنيشن اي بي الطرف الثاني، وبحدد كمان اي بي اللينك نفسها. ما هو في النهايه هو كابل، انا لو جبت راوترين اثنين وجبت كابل بينهم، الكابل ده نفسه كانترفيس عاوز اي بي. التانل سورس والتانل ديستنيشن ده انا كنت بعرفه حدود التانل انترفيس ده فين، او بادئ فين واخره فين، بين مين ومين، بين 4/1 و4/2، لكن هو كلينك عاوز اي بي، فبدي له اي بي ومصر. وطبعا مش هحتاج اعمل نو شت داون، لانه باي ديفولت فيرتشوال انترفيس هو باي ديفولت اب زي اللوب باك انترفيس كده، فهو باي ديفولت اب. طيب عملت اللينكه دي، بروح على الطرف الثاني راوتر 2، برضه بعمل التان انترفيس من الطرف الثاني. على الطرف الثاني راوتر 2 ممكن اسميه بنفس الرقم، ممكن اسميه تي 0 او تان الواحد، مش هتفرق يعني، اقل رقم التان ده مش هيفرق، مش شرط يماتش مع اللي هناك. اهم حاجه احدد التان سورس هيكون 4/2، والتان ديستنيشن هيكون 4/1، وبرضه ادي له اي بي يكون معاه ايه، يكون معاه في نفس الرينج، وابدا خلاص بقى كان عندي انترفيس. اقدر بقى ارن عليه ستاتيك روت، اجي على راوتر 1 ده اقول له عاوز تروح لشبكه 20، روح عن طريق كام؟ روح عن طريق تانل زيرو. يعني ايه روح عن طريق تانل زيرو؟ يعني انكابسوليت الباكت بالسورس اي بي اللي هو البابليك ده، والديستنيشن اي بي اللي هو البابليك ده. كذلك على الراوتر الثاني برضه هقول له اي بي روت عاوز تروح لشبكه العشرات، روح عن طريق تانل زيرو. يعني ايه؟ يعني الباكت طالما هتمشي في التانل انترفيس ده اعمل لها انكابسوليشن بالتانل سورس بتاعك اللي هو ده، والتانل ديستنيشن اللي هو معرف جوه التانل انترفيس. ما تيجي نشوف اللاب احسن. التوبولوجي زي ما احنا شايفين ما عدلتش فيه اي حاجه، هو نفس التوبولوجي اللي كنا شغالين عليه. الراوتر اللي هو راوتر 1 ده يقدر بس يبنج على اللي هناك اللي هو 4 تنات، مفيش مشكله، لكن مش شايف الشبكه اللي وراه، شبكه ال 20 ما يعرفش عنها اي حاجه، ولا عنده حتى روت ليها، عنده ديفولت روت بس.
نفس الراوتنج تيبل اللي شفناه المحاضره اللي فاتت، كذلك نفس الكلام على راوتر 2. طيب تعالى بقى على راوتر 1، هقول له ايه؟ اقول له كونف تي هكرت انترفيس، قلنا هنسميه ايه؟ تي 0 اهو، نفس اللي قلناه هنا انترفيس بانل 0. ده هو الايه؟ ده بيسموه الجي ار اي او الجنريك راوتنج كابسوليشن. ده سيسكو اللي عملت النظام ده عشان تحقق لي لينك قايمه اقدر اعتمد عليها كراوتنج بروتوكول، ك كوالتي اوف سيرفيس. يبقى عندي انترفيس الشغل ايه؟ الاي بي سيك او البير تو بير اي بي سيك. زي ما شفنا ما كانش في راوتنج، هو كان الباكت وهي خارجه من الانترفيس تهيت مع الايك يوقف ويبدا يشتغل مع ايه؟ مع الطرف الثاني، وتشينج البوليسيز والاي بي سيك يبدا يشتغل. الجي ار اي لا، قال انا مش هعمل كده، انا هعمل لي ايه؟ هعمل تنل انترفيس او لينك قايمه بين الطرفين، بس للاسف كان بيفتقد الانكربشن. هنشوف بعد كده ازاي ان احنا ندمج الاي بي سيك مع الجي ار اي. المهم عملنا التنل انترفيس، اول حاجه حدد التانل، التانل سورس، التانل سورس الاي بي، الباكت لما تدخل في التانل انترفيس ده هيتعمل لها انكابسوليشن باي اي بي، الاي بي البابليك بتاع اللي هو 4 وحايد. يا اما اقول 4 وحايد او اقول اي بي الانترفيس اف 1 سلاش 0 ايا كان الاي بي بتاعه. ممكن اكتبه اللي موجود دلوقتي، افرض غير بعد كده فانا ايه، ندي له احسن اي دي الانترفيس بحيث لما يتغير الاي بي في اي وقت كده كده ينكابسوليت بالايه، بالاي بي ده. والتانل ديستنيشن هيكون مين؟ 4 2. والتانل مود ده جي ار اي اي بي، تانل اي اي بي ده نوع الايه؟ فاضل ايه؟ فاضل ناخد اي بي، هو مثلا اي بي ادرس 192.168.1.1 والماسك 55 55 55 55 0. اي بي انترفيس عادي خاص بياخد اي بي. لما اجي انا بقى في الانترفيسز هلاقي عندي بقى عندي في تانل زيرو اهو موجود واب وشغال واخد اي بي 192.168.1.1 واللينك دي قايمه وشغال. لسه هعمل كونفيجريشن هناك على مين؟ على الطرف الثاني. نيجي على راوتر 2 انيبل كونفتي، هنقول انترفيس تانل، نديله هنا رقم كام؟ رقم 1 او رقم 2 مثلا. اهم حاجه التانل سورس والتانل ديستنيشن. التانل سورس هيبقى اي بي الانترفيس اف 1 سلاش 0 او 4 2 تكتب ده او ده. والتانل ديستنيشن هيكون ايه؟ هيكون 4 وحايد. والتانل مود جي ار اي اي بي، والانترفيس نفسه واخد اي بي بتاعه هو بقى، اي بي ادرس قلنا كام؟ 192.168.1.2 ماسك 55 0. شو اي بي انترفيس بليف هيجيب لي ايه؟ هيجيب لي الطن الاثنين اهو قايم وشغال واخد اي بي. طب بيبنج على الطن الانترفيس اللي هناك؟ يقدر يبنج؟ اه طبعا يقدر يبنج. ايه المشكله؟ هيبنج عادي خلاص، لينك قايمه وشغال. يعني هقدر استعين باللينك دي في راوتنج تيبل واقدر اعمل روت وكده؟ اه، اقول له كونف تي، اقول له هنا اي بي روت عاوز تروح لشبكه العشرات اللي هناك بمصر 255 0، تروح لمين؟ تروح للتانل 2. كذلك على راوتر 1 اهو، ممكن برضه هنا اقول له، اقول له كونف تي، اقول له عاوز تروح لشبكه ال 20 0 0 ماسك 255 0 عن طريق تانل ايه؟ كان تانل ايه؟ كان تانل 0 تانل 0 تانل 0. هنا بقى في الراوتنج تيبل لا، هيظهر لي ستاتيك روت اهي بتشاور على شبكه ال 20 عن طريق التانل انترفيس اللي هو تانل 0. تمام. طيب تعالى كده نكابشر الترافيك هنا على الانترفيس الخارجي ونشوف الترافيك هيمشي شكله عامل ازاي. تعالى نفتح نفس الجهاز اللي كنا فاتحينه المره اللي فاتت. الجهاز هنا ورا راوتر 1 اللي هو اي بي 10 0 1، والجهاز هناك اللي هو 20 0 1. هذا كلاينت 1 اهو، ده الاي بي بتاعه نفس الاي بي اللي شفناه قبل كده. واخد 10 0 1، الجيت واي بتاعه 10 0 100. يبنج على الجيت واي بتاعه كده اللي هو الراوتر 100، بيبنج عادي. كذلك السيرفر ونريد دومين كنترولر واخد اي بي كام؟ 20 0 0 1. الجيت واي بتاعه اللي هو راوتر 2 اللي هو 20 0 100.
بين 22 0 100 100 بينج يعني. تعالى بقى نعمل بينج كده بين الاثنين ونشوف ايه اللي هيحصل. الباكت هتطلع من هنا، ده هيبنج على 20.0.0.1، الباكت تطلع من هنا تروح للراوتر ده، يبص في الراوتنج تيبل عندي روت لشبكه 20. عندي روت لشبكه 20، بروح لها عن طريق مين؟ عن طريق التانل انترفيس اسمه تانل زيرو. طب التانل انترفيس ده السورس والديستنيشن اي بي بتوعه ايه؟ 4 1 و4 2. اقوم مركب هيدر جديد للباكت دي بدون ما اشفرها بدون ما اعمل اي حاجه، اقوم مركب لها هيدر جديد سورس اي بي 4 1 ديستنيشن اي بي 4 2، ومشيها على الانترنت تروح للطرف الثاني. الطرف الثاني يستقبلها يلاقيها جي ار اي باكت، يشيل الهيدر ويبص جوه رايح فين؟ رايح ل 20.0.1، يبعته على هنا والريبلاي هيتم بنفس الطريقه. تمام؟ هو حل لي المشكله، يعني هو حل لي مشكله وعمل لي مشكله ثانيه، حل لي مشكله ان يبقى في انترفيس قايم اللي ما كانتش موجوده في الاي بي سيك، البوينت تو بوينت اي بي سيك، وما فيش انكريبشن، ما هو ما بيدعمش الانكريبشن. طيب تعالى كده من بينج، بينج من هنا او من هنا، من هنا اقول ده بينج على 20.0.0.1 بي بينج اهو وصل. بس عندي هنا شوف ترافيك، الترافيك ماشي عامل ازاي؟ ترافيك طالع من 10.0.0.1 رايح ليه؟ ل 20.0.1، ده ايكو ريكوست اهو. وشوف تفاصيل الباكت، الباكت اللي جوه كام؟ 10.0.0.1 والديستنيشن 20.0.0.1، معمول لها انكابسوليشن بالايه؟ بالجي ار اي جينيريك راوتنج انكابسوليشن اهو. واخد ايبات كام؟ سورس 4 1 ديستنيشن 4 2. هل معنى كده ان اي ترافيك هيكون هنا متشاف عادي؟ يعني لو عندي، لو فعلنا التلنت على الجهاز ده، الجهاز ده كلاينت خدمة التلنت شغالة اهي. طيب نروح كده هناك على السيرفر اقول له تلنت على 10.0.0.1 هيوصل. هيوصل او امتى كونكشن، بس للاسف ان الترافيك كله مبعوث كلير تكست، يعني لو اي حد عمل سنيف على الترافيك اللي ماشي في الجي ار اي انترفيس ده، هو عمل لي لينك قايمه كل حاجه وبحط على راوتنج بروتوكول وراوتنج تيبل كل حاجه تمام، بس للاسف ان ممكن اي حد يسنيف في الترافيك ده. هنا في ترافيك تيلنت اهو، ممكن افولو اي باكت او فولو تي سي بي ستريم. هذا اليوزر نيم طبعا ما ينفعش الكلام ده، ادمنستريتور وادي الباسورد، الترافيك كله كلير تكست، وده عيب الايه؟ الجي ار اي زي ما قلنا هندمج بعد كده الايه؟ الاي بي سيك مع الجي ار اي عشان ابقى حققت الاثنين، لينك قايمه والترافيك جواها ايه؟ مشفر بالاي بي سيك. طيب ننفع نرن راوتنج بروتوكول؟ تعالى كده الغي الستاتيك روت دي هنا وهنا، والغي الستاتيك روت دي هنا وهنا، وتعالى مثلا نرن مثلا راوتر يا جي ار بي مثلا 500 ادفرتايز مثلا شبكة العشرات نتورك 10.0.0 شبكة الوحايد اللي ناحية لا شبكة الوحايد، خلي بالك ادفرتايز مين ومين؟ شبكة العشرات اللي هنا وايبهات اللينك اللي بره دي. خلاص كده هما، بس كأنه وضع كده، ادي راوتر وراه شبكة عشرات واصل بالراوتر التاني، دي لينكة ال 192 168 ان هو الستانل انترفيس ده واخد واحد وده واخد اتنين، فانا هادفرتايز العشرات واللينكة دي ماليش دعوة بالبابليك، وهنا شبكة ال 20، يبقى هنا على راوتر 1 هادفرتايز عشرات والايه ايبهات الستانل انترفيس، على راوتر 2 هادفرتايز شبكة ال 20 وايه والستانل انترفيس برضه. على راوتر 1 اقول له نتورك 192 168 1 0 ونو اوتو سامبل. على راوتر 2 اقول له راوتر يا جي ار بي 500 نتورك ال 20 0 0 ونتورك
192.168.0.1 واحد زيرو ونو اوتو سامري. المفروض حالا الاي اي درايف بيشتغل، بقى فيه نيبر ريليشن شيب مع 192.168.11. انا بكلمه على ايه؟ على الطن اللينك اللي بينه وبينه. والمفروض حالا يكون عندي روت من الاي اي جي ار بي بتشاور لي على شبكه العشرات هناك، متعلمها منين؟ متعلمها من 192.168.11. تمام كده البنج شغال والدنيا شغاله تمام. اخرج من هنا مع الجهاز اللي هو السيرفر على 20، ابنج بقى كده على 10.01. المفروض يبنج واصل الراوتنج من خلال الدايناميك راوتنج بروتوكول اللي هو الاي اي جي ار بي. فهنا ده الجي ار اي حل لي مشكله عدم وجود انترفيس اللي كانت موجوده في الاي بي سيك، وعمل لي فيرتشوال لينك او تنل انترفيس قايم بين الراوترين اقدر اعتمد عليه في الراوتنج، في الكواليتي اوف سيرفيس، اي حاجه عايز تعملها بتعملها على الانترفيس ده. بس للاسف زي ما قلت لك كان بيفتقد لحته الايه؟ الانكربشن. زي ما انت شايف الترافيك كله ماشي كلير تكست. ده التنل انترفيس اهو، ده جزء الداتا وده التي سي بي هيدر. بعد كده اللي هتلاقي عندك السورس والديستنيشن اي بي تمام. ادي الجي ار اي لوحده هياخد الهيدر ده كله اللي هو ده، ويحط كده علامه في النص ان ده جي ار اي او تاج ان ده جي ار اي، ويركب النيو اي بي هيدر اللي هو الايه؟ اللي هو الايبات البابليك اللي قلنا عليه، سورس اي بي بابليك وديستنيشن بابليك. لو هتضيف معاهم الاي بي سيك هياخد كل ده يشفره. شوف كل اهو الداتا بالتي سي بي هيدر، بالاوريجينال هيدر، بالجي ار اي، بالنيو اي بي هيدر، كل ده ايه؟ كل ده هيتشفر ويركب ايه؟ النيو اي بي هيدر. تمام؟ طبعا هنا مختصر الكونفيجريشن جدا، بس ايه؟ هو حتى مطبقها مع الاي بي سيك ومش عامل اعدادات الاي بي سيك. المهم احنا كده شفنا الايه؟ شفنا الجي ار اي انترفيس اللي هيقوم بين الراوتر. بعد كده ظهر لي حاجه اسمها الدي ام في بي ان او الديناميك مالتي بوينت في بي ان. الدي ام في بي ان هو حللي مشكله ليها شكل معين. مشكله ايه؟ مشكله ان انا عندي ادي راوتر وادي راوتر وادي راوتر تاني وادي راوتر تالت. انا عندي الراوترات دي كلها واصله ببعضها من خلال ايه؟ الانترنت، وعامل في بي ان كونكشن بين الراوترات دي وبعضها. فعندي تانل انترفيس من الراوتر ده للراوتر ده، وتانل انترفيس من الراوتر ده للراوتر ده، وتانل انترفيس من هنا لهنا. ده كده بيسموه الهاب اند سبوك توبولوجي. يعني عندي ده الهاب، ده الفرع الرئيسي، وكل الفروع متصله بيه. فهنا عندي شبكه ايه؟ شبكه بي وشبكه سي. كل نتورك من دول عاوز اتكلم الشبكه تانية بتروح من خلال تانل انترفيس اللي موديه للهاب، والهاب يفورورد لمين؟ من خلال التانل انترفيس اللي مودي لمين؟ للراوتر الثاني. يعني ده راوتر 1، ده راوتر 2، ده راوتر 3، وعندي راوتر ده مثلا ده راوتر 4 ده الهب. فشبكه ايه ورا راوتر 1 عشان يوصل لشبكه بي ورا راوتر 2؟ فكل الترافيك بتاع كل الشبكات بيمر من خلال الهب. فده لود 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 جامد جدا على الهب راوتر. فعشان نقلل الموضوع ده قالوا طيب احنا ممكن نخلي كل اليوزر او كل الراوترات دي تعمل ما بينها دايناميك في بي ان كونكشن، او الفي بي ان كونكشن يتكلم بينهم اوتوماتيك. ما انتوا كلكم واصلين للهاب عن طريق الانترنت. يعني انت راوتر واحد واصل للراوتر الهاب عن طريق الانترنت، وانت راوتر اثنين واصل للراوتر واحد الهاب ده برضه من خلال الانترنت. طب ما تيجي لما شبكه ايه تحب تتكلم شبكه بي، ما تروح تعمل في بي ان كونكشن بينك وبين ار اثنين وتنقل الترافيك بينكم بشكل مباشر بدون ما تروح على مين؟ بدون ما تروح على الهب. الهب بيبروسس كل ترافيك كل الشبكات كده من خلاله، انتوا قاتلينه على الفاضي. طب ما تعملوا في بي ان كونكشن بينكم وتنقلوا الترافيك بينكم. طب هم ما عندهمش معلومات عن بعض. هنا هنستعين ببروتوكول اسمه النكست هاب ريزوليوشن بروتوكول. ده بروتوكول كل سبوك او كل راوتر من دول بيروح يريجستر معلوماته عند الهب. الهب بيبقى اسمه ساعتها النكست هاب سيرفر. هو معاه بقى معلومات، معاه ان راوتر 1 البابليك بتاعه مثلا كذا، وراوتر 2 البابليك بتاعه كذا، وراوتر 3 البابليك بتاعه مثلا كذا، وكذلك التانل انترفيس بتاعه اي بي هو كذا او عنوانه كذا. فيبدا كل سبوك يريجستر بياناته عند مين؟ عند الهب. بحيث راوتر واحد عاوز يكلم راوتر 2 عاوز يعمل في بي ان كونكشن معاه ببروتوكول النكست ان اتش ار بي، بريكوست بياناته من الهب، ويبدا ايه؟ يتعامل معاه ويبني معاه
في بي ان كونكشن. طبعا بنحاول ناخد يعني بنحاول نبسط الموضوع قدر الامكان، يعني الموضوع زي ما قلت لك في تراك الفي بي ان الحاجات دي مشروحه بديتيلز اكتر من كده، احنا بس بنبسط المواضيع وبديك فكره عن ايه هو الدين في بي ان وبيحل لي مشكله ايه. عندي فروع واصله كلها، كل واحد واصل بلينك على الهب، فاحنا الهب كده شايل ترافيك الشبكات كلها بيمر من خلاله. تاني حاجه هو عامل تانل انترفيس مع كل سبوك. لا في الدي ام في بين قال لك لا ده الهب هيبقى عنده بلينكه واحده بانترفيس واحد، ده حاجه اسمها المالتي جي ار اي انترفيس، ام جي ار اي انترفيس، يقدر ان هو يتواصل مع كل الايه كل الراوترات التانيه. فيبقى عندي على الراوتر ام جي ار اي انترفيس واصل على الراوترات التانيه، وبرده كل راوتر من الراوترات دي هيكون عنده هو كمان ام جي ار اي انترفيس يقدر ان هو يتكلم بيه مع الهب ومع باقي السبوكس. طيب تعال نشوف التطبيق عامل ايه احسن. يبقى الدين في بي ان تكنولوجي كريتد باي سيسكو، اللي هي بتهدف ان هو بيريديوس الهاب راوتر كونفيجريشن، بيحاول يقلل الكونفيجريشن على الهاب راوتر. هو جي ار اي انترفيس واحد من نوع ام جي ار اي او مالتي جي ار اي انترفيس، يقدر يتواصل به مع الايه مع كل الراوترات الثانيه او مع كل السبوكس. الدي ام في بي ان بيجروب من سبوكس في سنجل جي ار اي انترفيس، الهاب بانترفيس واحد اللي هو ام جي ار اي انترفيس، يقدر يتواصل به مع كل الايه مع كل السبوكس. بيعتمد على بروتوكول اسمه النيكست هاب ريزوليوشن بروتوكول، اللي هو كلاينت اند سيرفر بروتوكول. الهاب هو السيرفر والسبوكس يعتبروا هم ال ان اتش ار بي كلاينتس. الهاب او السيرفر بيمنتين ان اتش ار بي داتابيز فيها البابليك انترفيسز بتاعت الايه بتاعت كل سبوك. طيب انا هعمل ايه؟ تعالى بس الاول كده نسيت طب ما سيبناش حاجه، نستوب ده ونستوب ده. تعالى نخلي راوتر 1 ده هو الهاب، نستارت راوتر 1، وراوتر 2 هيبقى اول سبوك، وراوتر 3 هيبقى هو السبوك الثاني. هنبدا نكري ام جي ار اي على الهاب، يقدر يتواصل بيه مع الايه مع السبوكس الثانيه، وكل واحد من دول هيروح يريجستر بياناته عن الهاب، بحيث شبكه 2 سايت 2 لما يجي يكلم سايت 3 يتعامل الفي بي ان كونكشن مباشر بين ار 2 وار 3 بدون ما الترافيك يروح يمر من خلال الهاب. طبعا في بدايه الكونكشن يعني في البدايه كده في الاول على ما يقوم كونكشن بين الاثنين دول الترافيك هيمر من خلال مين؟ من خلال الهب، لكن بعد كده الترافيك كله هيمر بين ار 2 وار 3 على ما يقوم في بي ان كونكشن بين الايه؟ بين الاثنين ار 2 وار 3. طيب تعالى كده على الهب، احنا قلنا ار 1 هيبقى هو الهب وار 2 وار 3 هيبقى هما السبوكس. تعالى نروح على الهب كده من اول، نبدا بالهب نلاقي الكونفيجريشن من هنا. هكريت انترفيس تانل 0، التانل سورس هيبقى اي بي انترفيس اف 1 سلاش 0، والانترفيس ده هياخد اي بي ادرس 192.168.1.1 بماسك 255.255.255.0. طبعا هنا مش بحدد تانل ديستنيشن لان ده ام جي ار انترفيس، بيقدر يتكلم مع اكتر من ديستنيشن في نفس الوقت. وحدد لي المود تانل مود جي ار اي مالتي بوينت. في عندي حاجه اسمها التانل كي، في يعني في ثلاث حاجات لازم كل سبوك يقدمها للهب عشان يقدر يرجستر معلوماته على الهب. حاجه اسمها رقم التانل، تانل كي، والتانل اي دي، والباسورد. التانل كي مثلا وليكن 4 4، يبقى لازم اروح على كل السبوكس اقول لهم التانل كي برضو 4 4، التانل اي دي، نتورك اي دي، نتورك اي دي، تانل كي ونتورك اي دي. اقول له اي بي ان اتش ار بي نتورك اي دي مثلا رقم 1. في كوماند اسمه اي بي ان اتش ار بي ماب مالتي كاست دايناميك، انت كهب عاوز تبعت مالتي كاست ترافيك هتبعته لكل ريجستر سبوك عندك ولا لاي بي معين؟ ممكن احدد يا اما دايناميك يا اما اضيف انا ايه ستاتيك اي بي ادرس معين، يا اما دايناميك يبعته على الديستنيشنز فروم كلاينت ريجستريشن على الهب نخليه دايناميك. فاضل بقى الباسورد، قلنا التانل كي
والنتورك اي دي والباسورد، دول لازم ثلاث حاجات يماتشوا مع الهاب مع السبوك عشان السبوك يقدر يرجستر بياناته عند الهاب. اقول له اي بي ان اتش ار بي اوثنتيكيشن وادخل ادي الباسورد اللي يكون دي تمام. فاضل خطوه كمان ان انا لو هرن بروتوكول لاي جي ار بي هديسيبل السبليت هورايزون، يعني يبقى عندي توبولوجي بالشكل ده. ادي عندي الهاب واصل بام جي ار اي انترفيس بكل السبوكس، ده اول سبوك وده السبوك الثاني وده السبوك الثالث، كلهم وصلهم بلينكه واحده. فلو قلنا مثلا راوتر 1 الراوتر ده هيبعت، قلنا ده راوتر 2 لو هيبعت ابديت لراوتر 1 هيبعتها عن طريق الام جي ار انترفيس بتاعه. راوتر 1 هيرجع يعلم باقي السبوكس بالروت دي من خلال نفس الانترفيس، فلازم تسبليت، لازم توقف السبليت هورايزن والا هيمنع حاجه زي كده. هقول له ايه؟ هقول له نو اي بي سبليت هورايزون اي اي جي ار بي اوتونوماس سيستم 500. طبعا لسه ما عملناش اوتونوماس سيستم. وبرضه هو كمان حاجه اسمها اي بي نيكست هاب سيلف، هقول له نو اي بي نيكست هاب سيلف اي اي جي ار بي 55. معناها ايه؟ معناها ان الهاب لما يتعلم روت معينه، يتعلم شبكه ايه من راوتر 2 وهو بيادفرتايز الشبكه دي للراوتر الثانيه، ما يقولهمش ان الشبكه دي عندي، والا برضه هيبعتوا له كل الترافيك بتاعهم. لازم يقول لهم ان الشبكه دي موجوده عند ار 2، فعاوز بقى تكلم ار 2 تعالى خد معلوماته من عندي بالان اتش ار بي وروح ابني معاه في بين كونكشن وتواصل معاه. فبرضه لازم يخلي الهاب وهو بيادفرتايز روت معينه ما يقولش ان الشبكه دي موجوده عنده من السورس اللي هو اتعلمها منه. اتعلمت شبكه ايه ورا ار 2، يبقى اقول للباقيين كلهم ان الشبكه ايه ورا ار 2. تعالى بعد كده نرن الاي جي ار بي، هقول له راوتر اي جي ار بي 500. احنا من عند 55 قلنا عند 3500 انترفيس دي زيرو. هنزيله هقول له ب 500. طيب بعد كده هنرن الاي جي ار بي، هقول له راوتر اي جي ار بي 500 بعد بس شبكة العشرات وشبكة 192 262 1 0 نقطة سم. تمام ده كده ايه الكونفيجريشن بس على الهب. طيب نيجي بقى على السبوك. السبوك هروح اكد انترفيس تانل 0 تانل 1، اذا عجبك اي رقم تانل انترفيس زي ما قلنا في الاول المحاضره ان اي بي تانل انترفيس مش شرط يماتش بين الطرفين. اقول له انترفيس تانل 0 التانل سورس بتاعه هيكون انترفيس F1/0 اهو F1/0. المود جي ار اي مالتي بوينت، تانل كي 4 بايت زي ما عملنا على الهب. نتورك اي دي نفس الرقم على الهب. الباسورد نفس الباسورد اللي على الهب، ولازم اديله اي بي النكست هاب سيرفر. اقول له اي بي ان اتش ار بي النكست هاب سيرفر هو مين؟ هو اي بي الهب، الاي بي البرايفت بتاعه بتاع التانل انترفيس اللي هو 192.168.1.1. طب هو لسه التانل ده ما قامش اصلا، فلازم اديله مابنج بين الفيرشوال او التانل انترفيس اي بي بتاع الهب وبين البابليك بتاعه. اقول له الاي بي ان اتش ار بي ماب ال 192.168.1.1 ده التانل انترفيس بتاع الهب ده يتماب للبابليك بتاعه اللي هو ايه؟ 4 وحاجه. هو ده المالتي كاست. لو انا كسبوك هبعت مالتي كاست هبعته يوني كاست لمين؟ للهب. وبعد كده رن الاي اي جي ار بي راوتر الاي اي جي ار بي 55 مثلا او 500 زي ما عملنا، وادفرتايز شبكه ال 20 وشبكه 192 168 1 0. تعالى كده ناخد الكونفجريشن دي على يعني اول سبوك، تعالى نحطها مثلا تكست فايل هنا على الديسك توب. انا اعدل فيها ايه؟ انا اعدل فيها بس رقم اي جي ار بي 500. هاخد ده كوبي بس اختصار الوقت، ده كوبي واروح على ار 2
وي نو وات نسمي. طبعا اول نيبر ريليشن شيب مع مين؟ مع الهب. طب انا على الهب بقى هاجي اقول له شو اي بي ان اتش ار بي او شو دي ام في بي ان على الهب اهو. شو اي بي ان اتش ار بي هيقول لي هنا في ريجستريشن تم من البابليك اي بي 4 بيانات اللي هو ار 2 واخد طن الاي بي كام؟ 1.3.8.1.2. طبعا زي ما قلنا الاطراف كلها شغاله بام جي ار اي انترفيس، بجي ار اي انترفيس واحد بيكلم الكل. طب تعال نشوف بقى راوتر 3، فين راوتر 3؟ اللي فوق ده اهو. طبعا الراوتر 3 ده هو برضه يقدر ان هو بس يبنج على البابليكات بتاعتهم نيبل، يقدر يبنج على 4 وحايد مفيش مشكله، ويقدر يبنج على 4 اتنينات تمام. هسجله برضه كسبوك هو كمان. انترفيس تانل 0 خليه مثلا ده تانل 1 مش هتفرق، هو خليه تانل 0. التانل سورس بتاعه هيكون كام؟ 1 على 0 ماشي، 1 على 0. الاي بي ادرس بتاعه هيكون كام؟ هيكون 3. ده نفس الايه؟ نفس السبنت ماسك، نفس المود، نفس التانل كي، نفس النتورك اي دي، نفس الباسورد، نفس اي بي نكست هاب سيرفر والمابنج بتاعه مالتي كاست. راوتر اي جي ار بي 500 ده هيدفرتايز شبكه 30 و192، 30 اللي وراه و192 بتاعت التانل انترفيس. كنترول سي ونروح على راوتر 3 نحط الكونفجريشن دي نقطة سمري. شو اي بي اتش ار بي ده على الهب، على كده على الهب ار 1 اهو. شو اي بي اتش ار بي اللي عندي اثنين عاملين ريجستريشن، اربع اتنينات واربع تلاتات، ده الطن انترفيس 1 2 والطن انترفيس 1 3 تمام. شو اي بي روت المفروض يتعلم روتس من على راوتر 3، بس هنا خلي بالك في ادفرتيزمنت ها هو متعلم شبكة ال 20 ورا 2 اللي هو ده مش ورا الهب، لكن شبكة العشرات ورا مين؟ ورا الهب اللي هو ار 1. طيب تعال بقى نشوف عندي الكلاينت اللي هنا اللي كان ورا ار 2 لما يتكلم ورا مع البي سي اللي ورا ار 3. طب احنا هننقل بقى بي سي 1 من هنا من شبكة العشرات نخليه هناك شبكة 30، هنخلي السيرفر هنا زي ما هو. هنيجي بس كده على الكلاينت ده اهو، اغير الاي بي بتاعه، اغير كارت الشبكه بتاعه من في ام نت 1 لفي ام نت 3 وادي له اي بي من رينج 30 بس كده. واغير اي بيهاته، اخلي الاي بي بتاعه تلاتين والجيت واي بتاعه 30.0.100. المفروض حان يبنج على الاي بي الانترنال بتاع راوتر 3 كده، خليناه هنا يقدر يبنج على 30.0.100. المفروض يبنج اهو، يبنج على 30.0.100 يبنج عادي. طيب انا عاوز اعرف بقى لما كلاينت 1 يبنج على السيرفر، لما 30.0.1 يبنج على 20.0.1 ترافيك لما يطلع مثلا من هنا يجي على ده. المفروض الترافيك الاول في البدايات هيمر الاول من خلال الهب، وبعد كده على يقوم في بي ان تانل بين ال ار 2 وار 3، ويبدا الترافيك بعد كده يمر من ار 3 لار 2 مباشره بدون ما يروح للهب. طيب تعال نكابشر الترافيك على ار 3 مثلا. بسم الله. تعال نكابشر هنا من ار 3 على الانترفيس الخارجي اف 1 سلاش 0. ونشوف الباكت هتبقى ماشيه عامله ازاي. تعالى كده على الكلاينت ده، هبنج على هناك على 20.0.0.1 انت وصل، بس الباكت ماشيه ازاي بقى؟ شوف الباكت الاول مشيت وشيت منين؟ من ثلاث تلاتات، لا ده دي هنا ال ان اتش ار بي. انا الباكت طلع من 30.0.0.1 ل 20.0.0.1
كانت في بدايتها في الاول، اول اي سي ام بي ريكويست، شوف كان طالع منين، من 30.0.1 ل 20.0.1، كان رايح من خلال الهاب من السورس 4.3 للديستنيشن 4 وحايل، راح الاول بس للهاب. لكن بعد كده هتلاحظ ان ايه، بدا ال 3.3 اهو يبعت ان اتش ار بي ريكويست للهاب عشان يجيب ايه، يجيب سكسس، ياخد اي بي اللي هو ايه، اي بي الراوتر الثاني اللي هو راوتر 2. تمام، بعد كده هتلاقي الترافيك بقى من 3.3 ل 3.3 اهو، الاي سي ام بي من 30.0.1 ل 20.0.1، هتلاقي بقى بايه، بقى بسورس اي بي 3.3 وديستنيشن اي بي كام، 4.2. تمام، وانا بقى خلاص هيبقى كل الترافيك منين، من 30.0.1 ل 20.0.1 كله منين، من سورس 4.3 وديستنيشن 4.2، سورس 4.3 وديستنيشن 4.2، بقى كله بين ايه، بين الاسبوكس وبعدها دايركت، بدون ما يروح على مين، بدون ما يروح على الهب. تمام، دي فكره الدي ام بي بي ان. وما زال برضو زي ما انت شايف الترافيك ايه، الترافيك غير مشفر، مش عاوز اعقد لك الموضوع قوي عشان بس ما نخشش في ديتيلز كتيره. هو حتى الاكزامبل اللي حطيت في الكتاب، حاطط لك الايه، الاي بي سيك مع الكونفيجريشن. يعني شايف انك مش محتاج ده هنا في تراك اس كول، احنا بناخد فكره عن الايه، عن انواع الفي بي ان، فما يعقدلكش الدنيا. يعني هنا شايف دي الكونفيجريشن كلها اهي، الانشار بي ماست كاست دايناميك، النيتورك اي دي، التانل بروتكشن. هنا بقى دمج الاي بي سيك مع الايه، مع الدي ام في بي ان انترفيس عشان يكون الترافيك جوه الدي ام في بي ان انكريبتد. ان برضه زي ما انت شايف الترافيك هنا كله ماشي ايه، كلير تكست، اي سي ام بي ريكويست واي سي ام بي ريبلاي، فالباكت ماشي كله ايه، مفيش حاجه مشفره. طيب ده كان ايه، فكره عن الدي ام في بي ان. بعد كده نوع تاني من الفي بي ان، او نوع تالت بقى ولا رابع من الفي بي ان، هو الجيت في بي ان. الجيت في بي ان باختصار، عندي لينكات من داخل ام بي ال اس نتورك، انا حالا مش طالع انترنت بقى في النوع ده، انا مش طالع انترنت، انا هنا عندي واصل او رابط الفروع عندي من خلال ايه، من خلال الاي سي بي، جايب ام بي ال اس في بي ان تبع الاي سي بي، فالاي سي بي هو اللي موصلني داخليا، فانا الفروع هي مربوطه مع بعضها من خلال الام بي ال اس نتورك بتاعت الايه، بتاعت الفين، بتاعت الاي سي بي نفسه. فانا مش محتاج تانلنج في حاله، التانلنج كنا بنعمله، وكنا بنعمل انكابسوليشن او تانلنج عشان الباكت ماشي على الانترنت، فما كانت محتاجه اي بيهات بابليك سورس وديستنيشن بابليك، لكن حالا انا ماشي داخل شبكه الاي سي بي، فمش محتاج الايه، مش محتاج التانلنج في حاجه، فعشان كده النوع ده من الفي بي ان مش بيحتاج تانل. طب انا ليه بعمله اصلا، ما طالما كده كده الترافيك ماشي في شبكه الاي سي بي، ما تخليش ترافيك ماشي كلير تكست في اي مكان، طالما هيطلع من عندك اتشفر، ترافيك طالع من عندك رايح من فرع الفرع لازم يتشفر، حتى لو معدي من شبكه الاي سي بي نفسه لازم يتشفر. فهو بيحميني في الحته دي، هم بيقولوا ان هم بيشيلوا الحمل مع الاي سي بي في حته الانكريبشن، لا انا بشفر عشان ما فيش اي حد يشوف الترافيك بتاعه خارج من عندي. طب ما نعمل في بي ام العادي، في بي ام العادي هو ينفع، بس هيبقى عندك عدد كبير جدا من الكيز، يعني عندك الراوتر ده بيكلم الراوتر ده كي، مع ده كي تاني، مع ده كي تالت، الراوتر ده مع ده كي رابع، مع ده مع ده كي خامس، ده كي سادس، فتلاقي نفسك دخلت في دوامه من الكيز على الراوتر. فعملوا حاجه اسمها الجيت في بي ان، ده بيشتغل في نطاق الام بي ال اس نتورك، عندي شبكه الاي اس بي اللي ربطت الفروع، فانا عاوز امن الترافيك بتاعي اللي بيمر جوه شبكه الاي اس بي دي. ممكن اشتغل بالفي بي ان العادي، او اشتغل احسن بالجيت في بي ان. في الجيت في بي ان الموضوع سهل جدا، بيبقى عندي راوتر واحد هو بيجنريت السيرفر، بيجنريت الكي، اسف، كي التشفير، بيبقى هو بيسموه الكي سيرفر، الكي سيرفر ده هو اللي بيجنريت الكي الخاص بالتشفير ويبعته لبقيه الايه؟ لبقيه الراوترات. ده بيبقى اسمه ده الهاب، وبقيه الراوترات بيسموهم الجروب ممبر، كل جروب ممبر بيرجستر مع الهاب وبيسنتجيت مع الهاب، بياخد نسخه من كي التشفير ده، وهم بينهم وبين بعض ما فيش اي انكريبشن، ما فيش اي اوثنتيكيشن، اسف، هو انا هبعت لك ترافيك مشفر بالكي اللي جاي من السيرفر ده، لو انت قدرت تعمله ديكريبت يبقى انت كده تراستد. يعني التراست ريليشن شيب اللي بيحصل بين الجروب ميمبرز مع بعض ما فيش كلام بينهم، انا هبعت ترافيك من شبكه ايه رايح لشبكه بي، والله انا هشفر بالكي اللي جاي من السيرفر، لو انت معاك نسخه من الكي ده اهلا وسهلا، ما معاكش يبقى انت فيلد انك تعمل ريجستريشن مع الهاب وما قدرتش تجيب الايه؟ كي التشفير ده من السيرفر. فده مهمه الايه؟ الجيت في بي ان، هو بيسمبليفاي عمليه الكي مانجمنت.
هو ان ايدل كريبتوجرافيك اسيديوشن فور امبل اس في بي انز اللي بيحتاج سايت سايد انكريبشن، وده مش محتاج تنلينج في حاجه. ده بيعمل بقى فلكسبيليتي بي انيبل انتربرايزز تو مانج ذير اون سكيورتي اوفر سيرفيس بروفايدر وان، او بي اوفلود الانكريبشن على السيرفر بروفايدر. لا ده انا عاوز اشفر عشان ما فيش اي حد يشوف الترافيك اللي خارج من عندي. المين سيرفر بيسموه الكي سيرفر، او ساعات بيسموه الجي سي كي اس الجروب كنترول كي سيرفر اللي هو بيشال كهب. بقيه الراوترات اللي بياخدوا منه كي التشفير بيسموهم الجروب ممبرز او السبوكس. انا عندي الكي سيرفر هيجنريت الكي يبعته لكل ايه؟ يبعته لكل سبوك عن طريق بروتوكول اسمه الجي دي او اي. هنا انكوربريتس مالتي كاست ريتراينج مالتي كاست اند جيت اند جيت في بين ار بيزد اون الايه؟ الجي دي او اي، لان هو بيبعت الكي، الكي سيرفر بيبعت الكي بتاعه لكل الجروب ممبرز، يا اما مالتي كاست كي. مالتي كاست يعني هو عمل الكي عربي اكسباير فبيجنريت كي جديد. ممكن يبعت لهم يونيكاست لكل واحد، يونيكاست لكل واحد بنفسه ويستلم منه اكنولجمنت من الكي وصلك، او يبعتها مالتي كاست لكل الايه لكل الجروب ممبر. طبعا ده مش بيحتاج ايه، مش بيحتاج كونفيرم او مش بيحتاج ياكنولج ان الكي وصل، لكن اليونيكاست بيحتاج. ادي الجروب ممبر، ده الكي سيرفر هيجنريت الكي يبعته لكل الجروب ممبرز، وهما بينهم وبين بعض خلاص ما فيش اي كلام بينهم. انا ببعت لك الترافيك مشفر بشكل مباشر، وانت ايه، وانت تنكريبت، وانت تديكريبت لو انت مسجل مع الكي سيرفر ومعاك نسخه من الكي التشفير فتقدر تعمل ديكريبت. يعني طبعا زي ما قلنا من الاول ان كل الترافيك الخاص بالفي بي ان بيكون سيمتريك نفس كي التشفير. هنا في الجيت في بي ان كي التشفير ده بيجي من السيرفر، كي سيرفر بيجي كي واحد بس بيكون موجود في الشبكه. طيب كده احنا خدنا نبذه عن الفي بي ان بشكل عام، عرفنا ان في منه نوعين، السايت تو سايت في بي ان والريموت اكسس في بي ان. في السايت تو سايت في بي ان خدنا البوينت تو بوينت او البير تو بير اي بي سيك، خدنا في المحاضره اللي فاتت. النهارده اتعرفنا على الجي ار اي اللي هيعمل لي تانل انترفيس لكن يفتقد الانكريبشن، وقلنا هنشوف ازاي ممكن يتحط جوه الانكريبشن. وبعد كده شفنا يعني اي دي ام في بي ان، وحللي مشكله الهب مع السبوكس الكتيره والترافيك اللي بيمر من خلال الهب. وبعد كده اتعرفنا يعني ايه جيت في بي ان، مش عاوزين نتعمق في كونفيجريشن كتيره، انت هنا في التراك ده بس محتاج تاخد فكره. النوع الثاني من في بي ان هو الريموت اكسس في بي ان، واحد قاعد في بيته ولا قاعد في اي مكان وعاوز يكونكت على الانترنال نتورك بتاعته ويشوف الريسورسز اللي عنده، ياكسس على السيرفرات وياكسس على الحاجه اللي عنده، يشوف كانه موجود في الشبكه بالظبط. ده بيسموه الريموت اكسس في بي ان. كل انواع السايت تو سايت في بي ان كانت بتتم بين الجيت ويز، راوتر مع راوتر مع راوتر مع راوتر. الكلاينت اللي ورا ما يعرفش اي حاجه عن اي حاجه، هو بيبعت للراوتر بتاعه وهو عليه هو بقى يبني في بي ان كونكشن يتصرف ويوصله بالطرف الثاني. فده كان بيسموه سايت تو سايت في بي ان. اما ريموت اكسس في بي ان الكونكشن بيتم مباشره من جهاز اليوزر لمين؟ للراوتر او للفايروول. ده اللي ان شاء الله هنشوفه المحاضره الجايه، وهنتكلم عنه ان شاء الله بتفاصيله وبانواعه. تمام كده، السلام عليكم.